إذا لو الآن لقينا القيمة هاي تبع الأوميجا آر اللي هي بتساوي أوميجا إن 1 مايكرو سكوير و 1 ماينس 2 بيتا سكوير، بدي ألاقي الآن قديش الجين بكون عند هاي الفريكونسي اللي هون. إذا حتى أعمل هيك رح أعوض قيمة الأوميجا آر رح أعوضها في الجين اللي موجود هون. إذا أنا عندي إف جي أوميجا آر كجين بيساوي رح يكون 1 على سكوير روت. عندي هلا خليني اخذ اول شيء هاي تطلع اوميجا ار بتساوي اوميجا ان تحت الجذر تحت الجذر التربيعي 1 ناقص 2 زيتا سكوير. خليني اخذ اوميجا ار على اوميجا ان. اذا اوميجا ار على اوميجا ان شو بتساوي؟ بتساوي 1 ماينس 2 زيتا سكوير. اذا اوميجا ار على اوميجا ان تربيع شو بتساوي؟ 1 ماينس 2 زيتا سكوير. مضبوط؟ لان هاي كلها انا حطيتها بهذا الشكل لانه كلهم هذول اوميجا على اوميجا اوميجا على اوميجا ان تربيع اوميجا على اوميجا ان. إذا محل هذول هذا راح أعوض أوميجا آر وراح أحط محلهم 1 ماينس 2 زيتا سكوير، إيش راح يصير عندي هون؟ راح يصير عندي 1 ماينس 1 ماينس 2 زيتا سكوير الكل سكوير تربيع زائد محل هاي إيش راح أحط كمان؟ 4 زيتا سكوير في 1 ناقص 2 زيتا سكوير. إذا هون كمان راح أحط 4 زيتا سكوير وجوا القوس 1 ماينس 2 زيتا سكوير. خليني انزل هلا هون، هلا تطلع على هاي عندي 1 ناقص 1 زائد 2 زيتا سكوير مش هيك؟ فراح تصير هذه بتساوي 1 على 2 زيتا سكوير تربيع زائد 4 زيتا سكوير في 1 رح تعطيني 4 زيتا سكوير، و4 زيتا سكوير في ناقص زيتا سكوير رح تعطيني ناقص 8 زيتا سكوير. 2 زيتا سكوير تربيع تربيع رح تعطيني 4 زيتا قوة 4 زائد 4 زيتا سكوير ناقص 8 زيتا سكوير 1 على جذر 4 زيتا قوة 4 نعم تفضل. طيب ساي 4 زيتا سكوير 2 في ماينس 2 زيتا سكوير. في عندي شيء غلط هون. بصير 4 ماينس 4 بصير. في حتى لا في كمان شيء غلط هون، هاي لازم قوة 4 مش هيك؟ هاي قوة 4. في شيء ثاني غلط؟ نعم. طيب صار عندي هلا هون اذا هاي لازم تكون القوة 4 كمان. اذا 4 زيتا للقوة 4 ناقص 8 زيتا للقوة 4 رح تعطيني ناقص 4 زيتا للقوة 4 وال 4 زيتا سكوير بتنزل زي ما هي 1 على هذا الجذر التربيعي. ال 4 بقدر اطلعها برا شو بتصير؟ 2 والزيتا سكوير بقدر اطلعها برا شو بتصير؟ زيتا 2 زيتا. اذا بصير عندي ام ار يعني الجين at resonant frequency بيساوي 1 على 2 زيتا. شو بضل عندي جوا لما اطلع زيتا سكوير؟ زيتا سكوير 1 ماينس زيتا سكوير ماينس 2 زيتا سكوير. دكتور 2 مش 4 ليش 2 دكتور؟ لانه طلعنا الاربع احنا طلعنا اربع تجدد شو بتصير؟ مره جد 2 4 بتصير 2. طب ال 2 كلها قلت الاربع طلع لو اخذنا الاربع مشترك زيت اخذنا الاربعه طلعناها مره وكان عندي اربعه ناقص ثمانيه ضل اربعه صارت 1 على 1 ناقص زيت سكوير. هلا لاحظوا هون لما زيت تكون زيرو واضح انه هاي راح تصير انفينيتي ولما تكون هلا زيت 1 على جذر 2 شو بتطلع عندي؟ بصير عندي هون 1 على جذر 2 تربيع نص 1 ناقص نص تحت الجذر هون عندي 1 على جذر 2 شو بتطلع عندي؟ خلينا نشوف ام ار زيتا بتساوي 1 على جذر 2 بتساوي 1 ناقص 1 على جذر 2 تربيع بتصير نص 1 ناقص نص بتصير 1 على 2 هذه هون عندي جذر نص مش هيك وهذه 1 على جذر 2 1 على جذر 2 بتطلع فوق بتصير 1 جذر النص جذر النص جذر النص بعطيني نص نص 2 بعطيني 1 مضبوط؟ جذر النص اذا نزلته تحت شو بصير؟ بصير 1 على جذر 2 1 على جذر 2 في 1 على جذر 2 شو بعطيني؟ 1 على 2 بعطيني 1 1 على 1 بعطيني 1 شو معناها؟ معناها لما زيتا بتساوي 1 على جذر 2 قديش بكون الجين؟ 1 1 يعني 0 دي بي يعني ببدا هون ببدا عندي عند النقطة هاي لما زيتا بتكون بتساوي 0.707 ببدا الجين يبدا من النقطة هاي ببدا بعدين يرتفع كل ما نزلت قيمة زيتا. لحظة.